ناس كتيرة قوي بتسألني على الورق العنب البارد أو السائع زي ما احنا في مصر بنقول عليه، أو اليالانجي زي ما بيقولوا عليه في الشام، الورق العنب اللي هو بيتعامل معاملة السلطات، بيكون مقبلات على سفرة المقبلات السورية واللبنانية، بس هو يعني كلمة ورق عنب دي في الشام يعني ورق عنب سخن، يعني ورق عنب ممكن تبقى خلطته فيها لحمة أو من غير لحمة، ده ورق العنب. اليالانجي هو ورق العنب البارد اللي بيكون مسكر ومزز شوية، وبيتحط على سفرة المطاعم اللبنانية مثلا، لو رحتوا مطعم لبناني تلاقوه كده بارد، بيتقدم لذيذ وطعمه تحفة. فالنهاردة هنعمله مع بعض عشان نعرف إذا حابين ورق العنب خلاص ظهر، وإذا حابين بقى نعمل أو نجدد في سفرتنا نعمل إيه. هقول لكم بقى مقادير دي لنص كيلو ورق عنب، فريش او فروزن زي ما تحبوا، بس زي ما بقول لكم الفريش ظهر فممكن نستخدم الفريش. محتاجين للحشوه نص كيلو رز مصري، بصله مبشوره، طماطم مبشوره طماطميتين او طماطمايه بس يستحسن يبقوا اتنين يعني، فص ثوم مفروم، نص كوبايه بقدونس مفروم، ربع كوبايه نعناع فريش، شوية دبس رمان، مش قادرة أقولك ربع كوباية، إذا حابة أقل على حسب ذوقك مفيش مشكلة، عصير ليمون، زيت زيتون، نعناع جاف، سماق باودر، ملح وفلفل. أخدنا بالنا بقى هنا إن ورق العنب ما فيهوش إلا البقدونس كخضرة والنعناع الأخضر كخضرة بس، برضو مفيش بقى ولا شبت ولا كزبرة، مفيش إلا البقدونس فقط، فطعمه مميز جداً. الحاجات المميزة فيه كمان ان احنا بنعمله ني في ني، نحطهم كده دلوقتي نعمل الخلطة كله ني في ني. نحط البصل على البقدونس على الطماطم، والطماطم مبشورة لازم تبقى مبشورة بلاش تبقى عصير، والنعناع الفريش بيديله طعم وريحة خطيرة. عندي الثوم كمان رائع، مفيش صلصة، محدش يحط صلصة خالص. عندي بقى البهارات بتاعتي السماق كده، ممكن يقل او يكتر زي ما تحبوا، النعناع الجاف، وادي الرز، وبعد كده هنروح للدبس الرمان، وده بيتحط جوه الخلطة، وبعد كده بنحط تاني في خليط التسقية، ونحط شوية من عصير الليمون جوه الخلطة. عشان كده بقول لكم انه مزز ومسكر مع بعض. نقلب اللون، لون الخلطة هتلاقوها مختلف بس لذيذة جدا. ننزل بشوية ملح وفلفل، ولا حطينا على النار ولا حطينا مرقة ولا قلبنا البصلاية ولا أي حاجة، كله ني في ني وريحته بتطلع خطيرة. ادي التقليبة اللذيذة بتاعتنا، وبعد كده نعمل ايه بقى؟ نبتدي نحشي. نطمن كله كده تمام، ناخد ورق العنب ونبتدي نحشي. محتاجين نلبس جلوفز
تاني في ايدي التانية. ثانية واحدة. طعم الثوم مع البصل مع دبس الرمان، تحسوها كده مكونات سلطة بس على حشوة، فلما بيبرد خالص ما بيبقاش فيه طعم ورق العنب بتاعنا المتسبك او اللي فيه الصلصة او كده، بيبقى سلطة. يلا نبتدي بقى ايه نحشي. ادي ورق العنب بعد ما تلف اهو، تمام. نلف تاني، انا بس ايه بتاكد انه على الخشن. حد هيقول لي يعني ما يتاكلش سخن؟ لا عادي يتاكل سخن، طب ايه المشكله، بس هو احلى بارد. وفي اوبشن تاني لذيذ قوي برضو، ممكن تحطه جوه الحشوه شويه من زيت الزيتون حبه اهي، عشان في ناس وفي ناس بتحط وفي ناس ما بتحطش، وفي ناس بتستكفى باللي احنا هنحطه على التسقيه، بس لا طبعا ايه الالطف ان احنا نحط شويه على الخلطه نفسها. احنا اصلا فعلا بناكل المحشي ساقع من التلاجة، احلى محشي بيتاكل من التلاجة ساقع وبالخلطة المتسبكة وكله يعني. نقفل بس عليه كويس ونتبت كده عشان ما يفكش معانا. التسوية هيكون عبارة عن ايه؟ هيكون عبارة عن دبس رمان، معلقتين من دبس الرمان، عصير ليمون، ليمونة مثلا او ليمونتين على حسب بتحبوا الحاجة مززة قوي ولا لا، معلقتين ثلاثة من زيت الزيتون، ونحط شوية مية وملح وفلفل ادي الملح وادي الفلفل، وبعد كده اخد الخلطة دي واحطها على النار علشان ثانية واحدة، نحطها على النار علشان تبتدي ايه تبقى زي الشوربة كده. واسوي بيها عادي جدا، زود بس دبس رمان شويه لان هو اللي بيدي الطعم الاساسي. الزيت بتاع التسويه كان خلاص غلي، وهو ده الخليط بتاع التسويه عشان تبقوا برضو شايفينه. عايزه اوريكم انا ما عملتش حله ورق العنب كلها عشان عايزه اوريكم بس الفكره لان الوقت لا يسمح. ورق العنب بعد ما بيبقى مرصوص في الحلة عادي جدا، ببتدي احط له الخليط بتاعي دافي او سخن، وعادي جدا جدا اسويه. لا المية مش ازيد ولا حاجة، بنغطيه بالمية ومفيش اي مشكلة خالص، زيه زي ورق العنب. نحطه على النار لحد ما يستوي، وبعد كده بنسيبه يبرد ويسقع ويدخل التلاجة، ونرش عليه زيت زيتون.